تفضل. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا نستأنف على بركة الله، توقفنا عند العصب بالنفس. إذا تحدثنا بأنه العصبة بالنفس البنوة، الأبوة، الأخوة، ثم العمومة، ثم ملك الدولة أو الخزينة، خزينة العامة. إذا هذه الترتيب لا بد منه، أو بالنسبة أو هذا الترتيب الذي وضعه الفرديون فلا بد أن يحترم فيما يتعلق بالتعصيب. فإذا حضرت البنوة فالأبوة وإن علت فلا تعرف بالتعصيب. إن حضر الآب الأبوة فالأخوة لا يرثون بالتعصيب. إذا هذه الحالات التي نتحدث عنها بالورثة بالتعصيب. إذا ما هي طريقة تقديم هذا على هذا؟ وضع كذلك الفرديون معيارا محددا يتعلق بالجانب. وأولا يعني المعايير ثلاث، معايير التقديم هي ثلاث. في أولا الجهة، إذا عندنا بالنسبة للجهة، ثم عندنا الدرجة، ثم عندنا القوة. إذا هذه المعايير الثلاث يعني هي التي تعتبر فيما يتعلق بمن يرث ولا يرث بالتعصيب. إذا بالنسبة للجهة، كما أشرنا بأن جهة البنوة مقدمة على الأبوة. إذا كانت فيه البنوة فهي مقدمة على الأبوة، الأبوة مقدمة على الأخوة، والأخوة مقدمة على الأخوة مقدمة على العمومة، والعمومة مقدمة على الخزينة، الخزينة العامة أو ملك الدولة. إذا في هذه الحالة بالنسبة للجهة، هي الجهة يعني هي جهة البنوة والأبوة والأخوة والعمومة. إذا كانت في مرتبة الجهة، جهة كانت جهة واحدة، إذا سننتقل إلى المعيار الثاني وهو المتعلق بالدرجة. إذا الدرجة يقدم، الدرجة يقدم فيها، يقدم الوارث الأقرب إلى الهالك. إذا من كان أقرب إلى الهالك فيقدم على غيره. وهذه هي مثلا إذا كان فيه الإبن وابنه الإبن، فابنه مقدم على ابن الإبن. إذا كان فيه الإبن مقدم، الإبن مقدم على ابن الإبن، والأب مقدم على الجد، وهكذا. يعني من كان أقرب إلى الهالك فيقدم. إذا لاحظنا بأن العصبة من جهة واحدة وفي درجة واحدة، فإننا في هذه الحالة نلجأ إلى القوة، يعني قوة القرابة يقصد بها قوة القرابة. كلما كانت قوة القرابة إلى الهالك كان ذلك قوة القرابة إلى الهالك، إلى الهالك. قوة القرابة إلى الهالك فإنها مقدمة على غيره. إذا في هذه الحالة إذا كانت قوة القرابة إلى الهالك أقرب، فإنه في هذه الحالة أو في هذه الحالة يقدمون أقوى. مثلا إذا كان في العصبة لا تحدث عن أخوة، أخوتهم في درجة واحدة، في جهة هم من جهة واحدة هي الأخوة، وهم في درجة واحدة، ولكن في هذه الحالة سننتقل إلى القوة. فإن يقدم الأخ الشقيق عن الأخ للأب، ويقدم
العم الشقيق عن العم للأب، وهكذا هذه هي القوة. إذن فيه ثلاثة معايير بالنسبة لما يتعلق بالتأصيل، إما أن تكون بالجهة أو تكون بالدرجة أو أن تكون بالقوة. ففي هذه الحالة نبحث عن الجهة، نبحث عن الدرجة، ونبحث عن القوة. بطبيعة الحال قد يكون الأمر يعني أن العصبة هم من جهة واحدة، من درجة واحدة، من قوة واحدة، فإنهم يرثون جميعا بالتأصيل. في هذه الحالة إذا اتحدت القوة، الجهة، والدرجة، والقوة في العصبة ورثوا جميعا. إذا كان ابن للهالك ثم ابن آخر من زوجة أخرى هم أبناؤه، فإنهم يرثون بطبيعة الحال. في هذه الحالة اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة، فإنهم يرثون في هذه الحالة جميعا ويرثون بالتساوي. وقلنا لكم بأنه في هذه الحالة إذا كان هنالك هؤلاء العصبة الذين يرثون بالتأصيل يرثون بالنفس، وفي هذه الحالة عندنا إذا أردنا أن نرتبهم مرة أخرى من أجل التذكير، فالابن وابن ابن وإن نزل وإن سبب، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم الشقيق، ثم العم للأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم للأب. هؤلاء الذين يرثون بالنفس على حسب ما هو وارد مرة أخرى في مدونة الأسرة المغربية. إذن نكون قد نهينا مع ما يتعلق بالعاصب بالنفس، سنتحدث الآن عن العاصب بالغير. العاصب بالغير، إذن العاصب بالغير ليس كما هو الحال بالنسبة للعاصب مع بالعاصب بالنفس، لأن العاصب بالنفس يرث بنفسه ولا يحتاج إلى غيره. أما ما يتعلق بالعصبة بالغير فإن الأمر يتوقف على الغير، ولهذا أنه الغير كل أنثى ذكر يقصد بالعاصب بالغير، كل أنثى ذكر، كل أنثى تعصب أو يعصبها ذكر من درجتها أو من جنسها. ويتحقق أو تتحقق العصبة بالغير في مثلا الأخت أو البنت، البنت بنت صلبي يعصبها الابن، وبنت ابن يعصبها ابن ابن، والأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، والأخت للأب يعصبها الأخ للأب. إذن هذه هي حالات التي يرث فيها كل أنثى بها التعصيب. تلاحظون أن العاصب بالغير هي أنثى، عاصب البنت، وبنت ابن، وأخت الشقيقة، والأخت للأب. فإذا حضر معها الأخ في ذكر من جنسها وفي رتبتها ورثت معه بالتعصيب. أصل هؤلاء البنات أنهن يرثن أو الإناث يرثن بالفرض، ولكن في هذه الحالة سيرثن بالتعصيب. من الأفضل؟ يعني أكيد بأنه في حالات يعني عندما توصل فيظهر الأفضل بالنسبة لهؤلاء النساء. إذن البنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فيه حالات التي ذكرناها
في إحدى المحاضرات الأخ المبارك والأخ المنحوس، فهذه حالات يعني لن نتحدث عنها نظرا لأننا نحاول ما أمكن استدراك ما فاتنا واستدراك يعني الحصص الباقية. أما ما يتعلق بهذه الحالات التي يمكن أن نتحدث عنها، يعني ممكن أن نتحدث عنها لأنه في الأصل أنها لن تطرح في 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 الامتحان، ولكن يبقى أنه يمكن للطالب أن يطلع عليها من خلال الكتب، ويمكن كذلك أن نتواصل بوسيلة المعروفة عندكم بطبيعة الحال وسائل التواصل الاجتماعي. إذا عاصب بالغير كل أنثى يعصبها ذكر من جنسها، ثم فيه العصبة مع الغير. إذا ثالثا العصبة مع الغير. هؤلاء العصبة مع الغير بمعنى أنه أصل ميلاثهن هو فرض مقدر في كتاب الله، ولكن في بعض الأحيان سيصبحن هؤلاء النساء يرثن بالتعصيب مع الغير، يرثن بالتعصيب مع الغير، وهو يعني اجتهاد عند الفرضيين المغاربة، وبطبيعة الحال هذا الاجتهاد ليس جاء هكذا عبثا، وإنما من خلال يعني وللإشارة، فعلماء الموارد عندنا في المغرب يعني أنهم يحسب لهم الفحساب، وفي الحقيقة أنه ألفوا كتبوا وكثير في هذا المضمار، ولكن لم ينشر إلا القليل منه، وبطبيعة الحال فيها علماء المغرب في الموارد لهم السبق على المشرق، وفي كل خير في العصبة مع الأغرب عندما يجتمع الأخوات مع البنات. قلنا بأنه المصنف صاحب المنظومة قال والأخوات قد يصيرن عصبات إذا كان للهالك بنت أو بنات، إذا في هذه الحالة أنه الأخوات الشقيقات يعصبن بحضور البنات، وكذلك الأخوات الشقيقات، ثم الأخوات للأب، سواء تكون واحدة أو تكون أكثر من واحدة، الأخوات للأب يعصبن بحضور البنات، سواء تعلق الأمر بالبنت، بنت صلبين أو بنت ابنين، يعني أنه هم البنات يقصد بهن البنات، بنات صلبين أو بنات ابنين، وإن نزلنا بمعنى بنت ابن مجرد أن تحضر في التركة فإن في هذه الحالة يصبح الأخوات عصبة، والأخوات قد يصيرن عصبات إذا كان للهالك بنت أو بنات. ويمكن أن أعطي لكم مثال في هذا من أجل أن يتضح المقال، يعني أنه عندنا مثلا هلك هالك فترك لنا زوجة أو زوج أفضل، هلكت هالك فتركت لنا زوج وبنت وأخت شقيقة، أحسنت، زوجة بنت، زوجة بنت، أخت شقيقة، نعم. نحاول أن نتفادى الانكسار، ولكنه الأصل الذي يهمنا هو المثال وليس ما يتعلق بالانكسار، لأنه ما يتعلق بالانكسار ستكون محاضرة سنعمل على الحديث فيها عن التأصيل وعن الانكسار. إذا في هذه الحالة الزوجة لها الثمن لوجود ماذا؟ لوجود الفرع الوارثي البنت، والبنت لها النصف، والأخت الشقيقة عاصبة في الباقي. إذا في هذه الحالة الزوجة نوصل المسألة من ثمانية للزوجة
في ثمنها واحد، وللبنت في هذه الحالة عندما تأخذ النصف تأخذ هي 4 من 8، إذا 5 كم بقي؟ بقيت 3 7 8، إذا هذه هي أصبحت الأخت الشقيقة عاصبة في الباقي، فأخذت ما بقي المثال الذي كنا نعطيه في الأول، لأنه لن يبقى لها شيء، وممكن لا يبقى لها شيء لو احتملنا بأنه أن يكون بدل من زوج فبنت وأخت شقيقة، نعم يمكن أن لا يبقى لها شيء في حالة أخرى، وبالتالي أنه ليس هنالك ما يمنع أن لا يبقى لها شيء، إن كما قلت لكم الذي يحجب حجب إسقاطي أو الذين لا يحجبون حجب إسقاطي الأب والأم وابن والبنت والزوج والزوجة، ولا تدخل الأخوات سواء كانت شقيقات أو لأب في هذا المسألة. نعم أعطي المثال المتعلق به الزوج، زوجة وزوج، هلكت هالكة فتركت لنا زوج وبنت وأخت لأب. إذا للزوج كم؟ للزوج الربع، نعم، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، والبنت تأخذ النصف، لأنه ليس هنالك متعدد من الأخوات، وليس فيها الأخ من جنسها وفي رتبتها، وكذلك ترث، إذا ترث في هذه الحالة ترث النصف. عندنا الأخت عندنا أخت للأب فهي في هذه الحالة عاصمة في الباقي، لأنه تعصم من أنها في هذه الحالة ما دام أنها أخذت وجود البنت فإنها أصبحت عاصمة، وبالتالي أنها تأخذ ما بقي تعصيبا. إذا أصل المسألة سيكون نعم من 4، للزوج في ربعه 1، وللبنت في نصفها 2، وما بقي هو 1 للأخت لأن تأخذه تعصيبا، نعم تأخذه تعصيبا. إذا إن شاء الله سنتوقف عند هذا الحد بهذا المثال، ثم سنستأنف في محاضرة أخرى بحول الله تعالى وقوته.